أي شيء في المواصفة المصرية، وبنؤكد أن المواصفة المصرية هي مطابقة للمواصفة العالمية والمواصفة الأوروبية ولم تتغير، وأننا كنا وما زلنا نقبل أي شيء مطابق للمواصفات ونرفض أي شيء غير مطابق للمواصفات. شأننا شأن أي دولة بيكون هناك أجهزة فنية بتفحص هذا القمح. الآن ونحن نتحدث لدينا مخزون من القمح يكفي لمنتصف شهر مايو القادم، وأن مصر في ترتيباتها هناك تعاقدات واتفاقات وتحالفات بخصوص توريد الأقماح إلى مصر مع جهات مختلفة، وهو منحة جديد تتجه إليه هيئة السلع التموينية بجانب دخولها السوق العالمي كمشتري. نحن نتحرك الآن في اتجاهين وليس اتجاه واحد وحيد. أقر وعرض على المجموعة الاقتصادية مجلس الوزراء، ثم مجلس الوزراء وأقرته المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، وهو النظام اللي هتبدأ وزارة الزراعة أو بدأت بالفعل وزارة الزراعة من الآن، بدأت بالفعل في دفع مستحقات المزارعين مزارعي القمح 1300 جنيه لكل فدان دون التزام بالتوريد. الألف وتلتمية دول منحة للمزارع، وعند التوريد يقوم المزارع اختياريا إذا أراد، والحكومة أو الدولة المصرية مستعدة لاستلام أي كميات، أن يقوم بالتوريد وفقا للسعر العالمي المعلن وفقا لسعر الصرف سعر الدولار في مصر.